المشاهدين مرحبا بكم في حلقة جديدة من قصة نجاحي قصة نجاحي جديدة الليلة مع شخص عنده تجربة ثرية تجربة جديدة كل مرة نحاول نوع التجارب معنا مواطن معناتها استطاع أن يشق طريقها كذلك رغم كل المشاكل والصعاب استطاع باش ينجح ويتقدم واختار معناتها مهنة نظيفة ومهنة معناتها شاقة وشريفة شريفة شكون شريف؟ واحد اللي يخدم راهو الساعه تروح بروحي لا عاونتني شريف ولا عاونني حتى حد قصدي معناتها مهنه معناتها نحبش النجاح نتاعي يمشي هكاك وتركب عليه اشخاص اخرين ما خدمت حتى واحده مع شريف شريفة, شريفة معناتها قصدي معناتها نظيفة. اه سامحنا سامحنا. ما غير ما ما معانا معنا ندخلوا طول في الموضوع معنا سي ابراهيم معناتها الشهرة لورال. مرحبا بك. سي لورال مرحبا بك. لورال لورال. لو تقدم لنا الساعة أنت شنو خدمتك بالضبط؟ والله انا رجل اعمال رجل اعمال اي رجل اعمال اي شنو تخدم بالضبط؟ نبيع في الخمر خلسة. اه تبيع في الخمر خلسة. اي اي رجل اعمال خلسة معناتها خلسة ولا اي اي مش خلصه ومش خلصه هوني عين رت وعين مرتش. ما رتش غرخت ما غرختها معناتها نفلق آه. هكاكا معناتها نجموا نقولوا عليها معناتها مهنه شريفه هذه ولا نجموا نقولوا شريف عليها شريفه ايش بيك شريفه عرفت شريفه أنا يا سيدي في لا سرقت لا اختفت لا فكيت بجهدي صنعت روحي دبرت طرف فلوس عملت كابيتان سلعة طرف مشت معايا السلعه هذيك زدت سلعت مره اخرى وليت نخدم المناسبات بعد تالي عملت جراج اخر بجنب الدار بتاعي وبعد تالي انتشرت في الحومه عملت توا سيد عندي تقريبا اربع جراجات نبيع فيهم الشراب خلص والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله بارك جبيلي ولا مديت ديت يدي لحتى حد يعني معناتها انت مش كيما قدمت لي روحك من الاول معناتها قلت لي رجل أعمال هذاك علاش انا قلت مانا شريفه انت معناتها تبيع في الشراب هي نبيع في الشراب علاش ترى ما تسموه رجل اعمال لما يكون عنده رخصه عنده كذا ولا الناس اللي بالرخص نتاعها تسموها رجال اعمال واللي عندها وتلاوه تسموها رجال اعمال حتى يا سيد عندي رجال اعمال ولا على خطرش نبيع في كعبتين خلطه كعبتين شراب إيه ولا الاخرين ما عاد عندهم متله وعندهم رخاصه اي عندهم هذاك إيه هو عنده هم يبيعوا في الشراب ولي يبيع في الشراب انا نقول لك يا سيد حاجه ابعد من هكا انا باش في بالك ان شاء الله تجي الحومه وتدخل للحومه غادي وتسهل علي انا باش بي الحومه حييتها اي نعم اه حييتها الحومة, الحومة, الحومة. انا حييتها اي نعم يا ناس تخدم فيها ويا ناس تخدم كيفاش كيفاش اللي يبيع في اللوز اللي يبيع في الفول اللي يبيع في القلوب كل شيء متوفر غاديك اللي يبيع في الثلج تاع الثلج تو تخدم دي ماكس يا سيد بفلوس الثلج شكون يخدم فيهم ولا الثلج شكون ياخذ في الثلج كان مش الشراب حركتها معناتها انت حركتها الدولاب يقعد يدور منطقتي كامله منطقتي كامله تو طلع النبي طلع آه. عايشين كل في خير ونعمه معناتها انت تو تبيع في في الخمر معناتها خليني نسالك خلصه معناتها ما فهمتهاش انا خلصه على شكون؟ خلص على الدولة خلص على ما عرفش أنا على السلطة على الحاكم على الشرطة خلص على شكون بالضبط تبيع فيه أنا مش كون معك صريح في الحكاية هذه أنا السؤال هذا يرى رودني برشا مرات وسألت حتى الروحي أنا بيع في الشراب خلص على شكون على شكون أنا بيع في الشراب خلص إيه على شكون إيه, إيه جاوبني أنت على شكون أنا بيع في الشراب خلصة خلنا نفهم روحي لا انا سالتك تو انت تبيع فيه خلصه إيه؟ قلت لي خلصه خلصه على شكون بالضبط إيه على شكون انا نبيع فيه خلصه على شكون؟ انا نبيع فيه خلسه على شكون؟ أه انت قول يا سني قول لي على شكون نبيع فيه خلسه؟ على, أنت... في على, على, على شكون تبيع فيه خلسه؟ انت قول لي على شكون نبيع فيه خلسه؟ مش نيا نقول لك على شكون نبيع فيه خلسه؟ ما فهمتكش معناتها انا راني سالتك خلسه على شكون تبيع فيه الشراء؟ وانا نسال في روح على شكون انت راني نبيع فيه خلسه؟ يا على شكون؟ نتجاوزوا أه الموضوع معناتها انت, أنت معناتها الشراء الشراء بتقول فيه نبيع فيه هنا خلسه؟ انا يا سيدي البارح السيد معتمد بحذين شو؟ وجاني السيد معتمد اي نعم جاني وراه مخر وقعد يطبطب وحلت الباب وقعدنا نحكم طبطبلي على كتفي قال لي ودي يخدم على روحك جاء شو ودي... زياره جاء ايه يشري زياره هو شارب حب يزيد كعبتين قال لي ودي اخدم على روحك وما يهمك في حد يخدم على روحك وما يهمك في حد صار الموضوع جي... يشرب ايه ايه يشري من عندك اه يشري من عندي جيب البارح خذيه من عند واكيد قلت له سكرت راه من الاول قلت له سي راه سكرت سي قال لي لا وكذا كذا وزاد لحلي نقول معاه قلت له بدنا حتى لحديت ناكل شيء قال لي راه لا لا سير على الملف نتاع التشغيل تشغيل هذا ما قلت وني راني نجري على التشغيل نجري وليت جبت كعبتين وزدت كعبتين بيرة زدت كعبتين شراب وكعبتين بيرة من عندي بلاد قلت له دام التشغيل خويا انا نساهم والناس الكل تعرفني هذا اللي يعني معناتها الزيادة نتاع السيد معبد كعبتين آه 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 شراب آه ما آه يشرب هو آه ما لاش هذا شنو برميل على حاله اكيد ما فيش قوم عندها راهو عذروه راهو المعتمد يشرب عنده ملفات حارقه ملفات حارقه هذه تنميه هذه اقتصاد هذه تشغيل هذه صحه اكيد <applause> معناتها المعتمد معناتها مستانس ياخذ من عندك بلاش معناتها لا, لا 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 الحق نتاع ربي لا مش بلاش باش يكون معك سريع طيب 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 آه يدفع في عاد سيب شويه طيب ما نصدقهاش يدفع في فلوس معتمد نقول ما يخش بلاش الحق يخلص 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 ويخلي حتى بروفوار اه ما نكذبش عليك هي رسول الله المعتمد بلاش ما نصور الجمله تفطير وما ياخذش ما عندي بلاش وما نصورش هو مره يقول لك حتى كرديني لا ما شكون يا اخو من عندك بليش. عندك العمده ملحلها ديما ياسر ديما آه. ناقص اما المعتمد بليش كل واحد ياخذ حقه اليوم زايد وغدا واسع العمده يجيك زادة كلها معناتها اي العمده يجيك غادي يقدم العمده معناتها انت قاعده تمشي اكيد قاعده تمشي معناتها إيه مش خلوك تبيع زاد مش قاعد نمشي وقاعد نساهم في برشا مشاريع زاد قاعد نساهم في برشا مشاريع وقاعد نخدم زاد في عباد ثم ناس قاعده تخدم معاي مش هكاكا وحدي ايه ايه قاعد نخدم معاي ثم ناس تخدم معاي يا البارح برك بعث لي السيد المعتمد بعث لي واحد نتاع الشاهد العليا العليا عندما ماتريت في الكيمياء ####أنا قبيلته... خدم في أصحاب الشهيد العليا... أيه خدم فيها متاع أصحاب الشهيد العليا أنا خدمته... هنا يخدم غاديكا عندها متريس في الكيمياء اي آه، متريس في الكيمياء بعثوا لك المعتمد وهنا يخدم وكل نهار يعمل كعبه وهنا قاعد يلوج على الواحد يعمل في التطبيقات نتاعه يبحث في الكيمياء وفي الفيزياء وان شاء الله ان شاء الله حاجه كبيره في بالي بي حسب ما توا امس اللي هو صنع شراب مش عارف من الصانعه اما قاعد يخدم قاعد مخه وين يعمل كعبه يتحل مخه طابت عليه الكيمياء والفيزياء مصلي يعني بيه قاعدين يخدموا طول الكل يخدموا معناتها اصحاب الشهادة العليا قاعد تخدم, قاعد تخدم فيهم قاعد تخدم ي... فيهم متريز قلت لي كيمياء ايه في الكيمياء ايه قاعد يخدم ما. يخدم عندك وتع... وتخلصها معناتها طول... ايه خلصها خلصها اموره واضحة وقاعد حتى البحث قاعد يمشي في البحث لقي راحته تعطيه معناتها يشرب شربه في الليه. ايه يشرب ايه كعبة كعبتين انت ولا النظريات هابطة تعطي النظريات هابطة باي معناتها قاعده تعاون معناتها تعاون شي زاد الجمعيات تعاون شي تعاون الجمعيه شنو تعاون في, في الجمعيات اخر مره الجمعيه ظهرت تقريبا سبعين طفل الجمعيه المره اللي فاتت الجوامع بديت معاهم كملت معاهم الجوامع شاطرة بعثتني لما جمع اخر ده ده جبت له كليماتيزيرات قاعد نعاود يعني نعاود في الدوله ما الدوله في بلد اللي انا قاعد نعاون في الدوله معناتها انت قاعده تعاون معناتها في الجمعيات, إيه قاعد و... قاعد الجمعيات, أيه الجمعيات قاعد نعاون حتى الجمعيات الجمعيات قاعد نعاون في الجمعيات قاعد نعاون زاد في الجوامع نساهم في بناء الجوامع زاد نساهم في كليماتيزيرات للجوامع في الصيف ندور على الجوامع اللي لقت كليماتيزيرات نركب لهم قاعد نساهم ونعاون اما نحب الحق نتاع ربي والله جماعة أه. تعبوني جماعه الاحزاب اها تعبوني ياسر خويا ياسر الله ما ياسر باش نكون معاك آه لحوا لك ياسر ياسر يا رسول الله تو كيما نداء تونس 400 كردونه من الانتخابات للتو وين يجري من سعر الحق 400 كردونه طيب له لا طوبايك اخذته من عندي ما دخلتونيش وهكا طيش فيهم في مصر ما يجيش راك تحس انت راح من عندك طوبال اي طوبال غاديك كمان دا بروحي زاد عديتها 400 كردون ولا النهض طيب النهض رسول الله ما عندهاش تكلم الواقع ما عندهاش شو تسالهم زاد اي 200 كردون عليه رسول الله جايبه جايبه من الوالي هذاك ترى فلوس عائلة وفلوس ذر وعائلات مؤتمن عليها يا يعني ليت... عاد في بالي النهضة ما يشربوش عاد. يا شكون قالها اللي يشرب؟ النهضة راهم ما يشربوش. ها قلت لي معناتها. يعني. لا 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 ما ما ليش بكلام ما قلت النهضة ما يشربوش. أما ايه. يصادقوا عليه. باهي تريش انه معناتها الزيادات صارت برشا زيادات في قطاع الخمور أثرت عليكم معناتها. والله صحيح. الناس قلت الشريان قل. ايه. يمكن ثلاثة مرات. أثر معناتها القطاع. أثر القطاع بالحق. أثر القطاع. مفقو. ثم هكا ومشي الأزمة راه كان باش تقعد يواصلوا في الزيادات باش نصيروا في أزمة خانقة. في أزمة خانقة في الشراب وهو آه. بنت. و... ما تريش معناتها ثم زاد دا... ثم رخص تسيب تأثرت هذا هو هذا هو هذيك المشكلة الكبيرة اللي عانينا منها اللي حكاية الرسخ حكاية الرخص أي حكاية الرخص يا رسول الله تحافظ زميلي. رخص كاكا. حافظ زميلي سيب رخص هكاكا حافظ زميلي حافظ ضد الرئيس أه زميلي لا عجبك ولا على خاطر هو عنده الدبوات وني ما عنديش حتى انا عندي يا سيد دبوات شنو سايب رخص ولا سايب رخص وعندي قداش نتبع فيه على رخص وما باش يعطيني وسايب هذا المناضلين تاع النداء شو نعمل تراه هاني تو كندور بجماعه النهضه ان شاء الله يهديهم ربي وقالوا لي باش نعطيك رخصه اما أه أه ان شاء الله ما يجبدوش بي كما جبدوا بالشعب أه قلت لي الخدمه نقصت على قبل معناتها نقصت, نقصت 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 ما زي الموضوع هذا كبير فما عوامل استراتيجيه دخلت في الموضوع هذا نتاع الشراب. يعني. تنجم تقول هني الشراب في المرحله هذه مر بازمه كما قلت لك، علاش يمر بازمه؟ ولا حاجه ديمودية قديمه. طولت الحرابش ولت الزطله قضت على الواحد، وتفرعوا ياسر تو كما مثلا زود يشترقوا لك في حربوشه ولا في سيجارو. تساعدهم خمسة 5000 فرنك تساعدهم خير. لا الشباب 10 ي... كعبات ب 30000 امور حسابيه هذه. احنا قعدنا رانا قعدنا احنا رانا قعدنا اللي باعوا في الخمر خلص كليكا ودولنا وان شاء باش نعمل مقترحات باش نعرضوها على الحكومه باش نشوفوا كيفاش نخرجوا من هالازمه هذه. وهو المقترح معناتها تري سامحني انت تري انه معناتها الاحرام الشاذيه والزطله اللي كثرت في البلاد اثرت على القطاع بتاعك اثرت اثرت عصر الدبابير الشباب ولا يلتجئ معناتها يشارك في سيجار وزطلة ولا في حرب ولا واحنا هذي حبينا باش نضرب عصر منهم حاجه احنا اقترحنا جماعه اللي تبيع في في الخمر خلته اللي الدوله تقول لي تعطينا رخص نولوا نعملوا بالجنب الشراب نعملوا شباك صغير للزطلة وللحرابش هاك الساعه نجموا يهز بعضه ما خطفش في الزطلة تخطف في الحرابش ما خطفش في الحرابش تخطف في الشراب تولي ثم الدور الدولاب وترجع العجل آه آه. آه. معناتها انتم مش تقدموا مقترح قانون يعني معناتها اي اي قانون يبيع الخمر خلصه يولي معناتها هي... يبيع معها حتى معناتها يبيع التطف... معها الزطلة ولا الحرابش اي آه. وتكون الشريان يكون من الدولة تولي هي الدولة هي تكف... تكفل الدولة هي اللي تجيب الزطلة وتفرق علينا تجيب لها حرابش وتفرق علينا سمعنا بكم زاد شكلتوا معناتها نقابة تاع بائعي خمر خلصه اي آه صحيح صحيح شكلنا نقابة على خاطرش راهم مظلومين ما بيع الخمر خلصة ونحب أنا ننبه حاجة للحكومة، أي يعني نعم الحكومة نحب ننبهها حاجة ونحب ننبه السيد الرئيس وجماعة تونس وكلك اللي يحكموا في تونس والنواب نقول لهم راهو الشباب سيبوا له الزطلة وسييبوا له الشراب وسيبول الحرابش. أنت تصور الشباب هذا اللي تشوف فيه أنت كلك تصور كان ينحوا عليه الأحرابش والزطلة والشراب ويفيق لهم شنو هو مش يصير؟ تصير كارثة، لذا قلت في الشاهد لازم يسيبوا الحرابش خلي الشباب شيخ راهو يا حكومه راهو اذا الشباب مش في قلكم راهي معك تفضل انا وظيفه عموميه سمعنا فيكم زاد شكلتوا نقابه بتاع باقي خمر خلصه صحيح في بالك احنا كان جرفه. انا وظيفه عموميه احنا كان جرفه. البلاد نوقفوها على كرعاها اي نعم بالله تصور معاي الشباب هذاي اللي فقد الوعي تصور كان يرجع للوعي بتاعه ويفيق لكم شو باش يصير انا نحب ننبه الحكومه نقولها لها يا حكومه راكم قاعدين تلعبوا بالنار اي نعم راهو الشباب هذا اللي قاعد يطبرت كان يفيق لكم تصير كارثه معناتها انت ماذا بيك الشباب يبقى ديما كيما الحكومه زاد حتى الحكومه ما نتصورش معناتها تحب الشباب يفيق ولا يرجع له الوعي ان شاء الله النداء نتاعك زاد تحس به معناتها الحكومه واعضاء الحكومه يحسوا به و... ويرقصوا اللي بالشباب يرخصوا... شوي أي... على شويه زاد في, شعب. في الشرب ويرقصوا لها شويه زاد في, في الحراب شو باش يبقى ديما معناتها فاقد الوعي شكرا لكم على المشاهده وبارك الله فيكم ان شاء الله في حلقه اخرى من قصه نجاحي يعطيك الصحه اخوي ميرسي عليك هاي نمشي نمشوا نعم هاي نمشي؟ فين نمشي؟ لا عندي في الكهرباء غاديك هاي ده ده مش كملت خدمه تو طو... يا لا يا, لا, لا يا سيدي انا ما نشربش ما نشربش يا زي ما نشربش انت ما تشربش تحاور فيه يا يا عاد هاي يا, يا عادي انا ما نشربش خالتي ما نعرفكم انت ما كاش معت ما نشربش تقول لك خالتي هاي يا خالتي لا 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 ولا جب ولا خويا ما نشربش شنو تولي لي جماعه النهضه هنيه شنو الشراب ما تشربش والمصادقه تصادق عليه أوه. أوه.